السلام عليكم. الوغ اليوم غادي نحضروا واحد الامبرغر ديال الدار. كناخذ واحد المورسو ديال الدجاج وكنقطعوه هكذا دي فيلي كيف ما كتشوفوا. سيكون عندك الموس ديالك كيقطع مزيان. وكناخذوا 4 دروس ديال الثومه ولا 5 دروس ديال الثومه وكنطحنوهم في زيت الزيتون حتى يوليو هكا سائل باش كتسهل علينا نخلطهم مع الدجاج، كيعطي واحد المذاق زوين مع التتبيله ديالنا اللي غادي نحضروها مع بعضياتنا. الوغ كناخدو لي فيلي اللي وجدناهم كنزيدو عليهم 4 المعالق ديال تقريبا ديال هذيك لاصوص اللي وجدناه ديال الثومه وزيت الزيتون، وكنزيدو عليها الملحه كنزيدو عليها تقريبا معلقه ونص ديال لاموطاد. التوابل كنزيدهم على حسب الذوق ديالنا، كاين اللي كيبغيو مجهدين كاين اللي كيبغيو خفيف، يعني سا ديبون كيف ما حبيتو نتوميا. كنزيدو الابزار كنزيدو الكوري وكيف ما كيقولوا في المغرب جبونس لو كاري ولا جون سي با ما عرفتش كيفاش كي هذا سكينجبير لو جونجومبر. كنزيدو لو بابريكا ولا عندنا حنا كيقولوا الفلفل الاحمر ولا التحميره كل واحد كيفاش كيسمي هاد التوابل. وكنخلطوهم مزيان احسن حاجه انك تستعملي يديك باش هكا هاد المورسو ديال الدجاج هادو هكا يتشربوا مزيان هذيك التتبيله اللي درنا اليوم. كناخدو واحد المقلة وكنديرو فيها واحد الفيلي ديال زيت الزيتون وكنحطو البصلة ديالنا هكا شرائح. كاين اللي كيبغي يديرها هكا خضرة ما طيباش، ولكن عندها واحد المذاق خاص ملي كطيبها هكا يلا كتدبال، يعني ماشي كطيب بزاف يلا كطيح هذيك البصلة صافي كتولي كيعطي واحد المذاق زوين. كنزيدو عليها واحد شويه ديال الثومه هكا قطعه باش تعطي واحد النسمه. ومن بعد غادي نزيد واحد الشرائح ديال مطيشه حيت مطيشه ما كتاخذش بزاف ديال يلا تاخذ الطياب واحد شويه، ما خصناش نطيبوها بزاف لانها كتولي هكا ما كتبقاش قابطه راسها. وكنسموها بواحد شويه الابزار وبيان سور واحد شويه ديال الملحه. كناخدو الدجاج ديالنا وكنحطوه في هذا مقلاه فيها واحد شويه ديال سواء زيت الزيتون سواء كدير واحد شويه ديال الزبده وكنحطوهم يطيبوا واحد شويه هكا
ما نطيبهمش بزاف، يلا ياخذوا واحد اللون، خصهم يبقاو هكاك ما ناشفينش باش كيجيو زوينين. بحال هذا الشكل هذا ما كنخليهمش يطيبوا بزاف، حيت الدجاج ديجا معروف عليه بانه كيطيب بالزربه. هنا وجدت الخبيزات ديالي، ويمكن دير فيها اي صوص، انا كتعجبني الصوص ديال الساموراي، كاينه صوص اخرى ديال الهامبرغر كيتباعوا في المحلات، كنزيدو على واحد الفخوماج. كنزيد واحد الشريحه ديال ماطيشه كما كيقولوا لي طوماط، وشويه البصله كيف ما كنشوفوا دابا. وهو الهمبرغر ديالنا واجد، وصراحه بنين وكيعجب الوليدات وكيعجب كل شيء، وصراحه في واحد الطعم الى جربته انا كنقول انه احسن مني كنشريه في المطاعم، وكنقدموه مع شويه ديال السلطه وشويه لي فخيت. بالصحه والراحه.